فيكم بدبي مارينا. الاي دي اف سي جمعت 28 مشترك من افضل الهواة بالفنون القتالية والدفاع عن النفس، وهن من جميع انحاء المنطقة العربية. مشتركينا جاهزين على اكمل وجه ليخوضوا هذا التحدي بالفوز والنصر. اسمي ميشيل عمان، عمري 26 سنة، انا من لبنان، صار لي 3 سنين بلعب ام ام اي. انا الباص تبعي بوكس فرانسيز، رومانيان رسلينج وفري ستايل. انا لعبت 3 سنين بافريقيا، عم بمثل لبنان وجاي اكيد مش بس لاربح لحتى لفجر الدنيا. نصف عدد المشتركين رح يغادرنا الليلة على بلده، وبنهاية التصفية التاريخية 14 مشترك رح يغادرنا على بلده، 14 مشترك الباقيين رح يستمروا ببرنامج البطل. اسمي طارق بالعنيمي من المغرب، وتنمارس جوجيتسو كيك بوكسينج. I'm here to win the show. تعتشد لوي، 28 سنة، مقاتل من المغرب باختصاص موي تاي وتاي بوكسينج. جيت لهنا باش نربح ان شاء الله لو تشالنج. العباس سعيد من الجزائر، اختصاصي الامامي والجابلين، لقبي اناكوندا. وظيفة جدودة من تونس، عمري 23 سنة، نتدرب موي تاي وجوجيتسو برسليا. جيت لهنا باش نفوز بالبطولة ومثل بلادي تونس. اسمي عادل مبني من تونس، اختصاصي امامي، بلعب موي تاي جوجيتسو جرابلينج. انا اسمي احمد ابراهيم امير من مصر، 23 سنة، بلعب رسلينج جوجيتسو موي تاي و 8 فايتات ام ام اي. لقبي الجزار. بنهاية برنامجنا رح نقدم للمشترك الرابح عقد احترافي عن طريق الـ ADFC اللي هي أول بطولة فنون قتالية مختلطة بالوطن العربي، بالإضافة لجائزة مالية كتير ضخمة عم تستنى واحد بس من المشتركين الـ 14. مامو ناصر، 22 سنة، جزائري، ممارس للفنون القتالية، سبيساليتي كيك بوكسينج، بوكسينغ واز، وبطل جزائر متتاليتين، لقبي The King. اسمي محمد مصطفى الشماري، جنسيتي عراقية، عمري 21 سنة، واختصاصي موي تاي، وصار لي أتدرب 4 سنين. Let's get it on. أنا هشام هيبة، بطل مصر في البوكس، عمري 30 سنة، تخصصي الحين بلعب مصارعة وبوكسينج. أنا لقبي 3X. أنا اسمي سيف أحمد نارمو من الأردن، عمري 20 سنة، جاي أشارك بالـ ADFC بس عشان أفوز. أنا بديت ألعب رياضة من 3 سنين تقريباً، كنت اول شيء بلشت العب رياضه بوكسينج كيك بوكسينج، قعدت العب فيهم 6 سنين والحمد لله، وان شاء الله الله يوفقنا. بلعب كومبات سامبو السبيشال تبعي، بلشت ام ام اي تقريبا من خلال سنتين. ان شاء الله جيت على البرنامج هذا عشان اعمل الفوز واحقق باذن الله. Let's do this. اسمي جورج عيد من لبنان، عمري 23 سنه، لعبت تشاينيز بوكسينج ساندا ووشو، اللي 4 سنين بمارسها و3 سنين بمارس جوجيتسو. وأنا لقبي بولدوزر. شوقي العفيف من تونس، عمري 20 سنة، بعمل كيك بوكسينج، اختصاصي هو الكيك بوكسينج، عندي 3 سنين بترنى ام ام اي. بباي. على مدى الأسابيع اللي رح تيجي رح نحط المشتركين تحت ضغط قوي، رح نحفزهم وندفعهم ليوصلوا لأقصى قدراتهم العقلية والبدنية. رح نعطيهم تحديات كتير صعبة، رح نحطهم بألغاز محيرة، رح نصفيهم بتصفيات بتكسر العظام. رح تميز هاي التصفيات الرجل القوي عن الرجل الضعيف، والبقاء رح يكون للأقوى وفقط. شخص واحد بس هو اللي رح يكون البطل، رح يتحمل ويصمد للنهاية. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج البطل.
وهلأ المشتركين عم يتعرفوا على بعضهم وبطريقهم لمحل إقامتهم طوال فترة وجودهم بهالمغامرة. بعضهم ما بيعرفوا لوين رايحين. سكن بحدي؟ هاي شنو سكن بحدي بعد شنو؟ سكن بحدي. سكن بحدي. هاي شنو؟ آه بالغرفة. يا أخي تعلمت التونسي. تعلمت التونسي أنا. تباهي برشة برشة برشة. 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 ها؟ كويس. كويس أوي. يعني كلش زين بالعراقي. حبيبي. أنا راح أصير نجم وين الفلوس ما تصير ما تسوى عندي في السين. مو ما أكون أصبح نجم الناس تعرف. نجم. كيف تتعرف؟ تصير بطل. ها؟ زين 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 شو زين زين. سافر شو ماخر يا جماعة. مشينا الفيلا فرحانين. ايماجيني راسك غادي تدخل فيلا دير بيسين تمشي تبرونزا وهادي. لما فوتنا على الفيلا جوا وتفحصناها وكذا يعني كان امر طبيعي لسه يعني مثل ما انا متوقع. اقول لك تعال شق هاي غرفتنا اللي تقرب لنا خلاص هاي كرتوش غرفة الدبال هاي شو بلاس تخلوه مش بلاس كسابي حيدر اسمعين تعشنا مرحبا اخرج جاي انتو ليه قاعدين هون؟ فتنا على الفيلا بتفوت سوسن على اساس نحن عم نقسم حالنا يعني عشوائي كل مين فات مع مين. فتنا على القوات حطينا اغراضنا فبتجي سوسن بتقلنا انه نحن ما رح نقدر ننام بالفيلا. فيكم تخلوا كل اغراضكم الشخصيه موجوده هون وتتفضلوا معي لانه فرجيكم مكان اقامتكم شباب وقفوا قدامي بليز. مفاجأة انه خيم وكذا ومش عارف شو. محل اقامتكم رح يكون هون بالمخيم. بكل خيمة رح يكون في حقيبة ترحيبية بالبطل اللي المفروض يكون واحد منكم. رح نادي اساميكم هلا خليكم مركزين معي كثير منيح. طارق تفضل على يسار. سعد تفضل على يمين. طلعنا وقفنا على الخيام قسمتنا 7x7. حذيفة تفضل على يمين. شوقي تفضل على يسار. سيف تفضل على يمين. سبعة كل واحد سيستم وشي. شباب انقسموا فريقين. أنا دوري لهون خلص. رح أتمنى لكم ليلة سعيدة تصبحوا على ألف خير. فوتتنا على الخيام كانوا حاطين لنا شنطنا وحاطين لنا تيابنا جوا فهذا اللي صار. حاجزين لكم في أقرب جناح في مستشفى. عجبني موضوع الخيام يعني فكرة كثير حلوة. روح هذا اثنين الله. المشتركين انقسموا لفريقين وصار مهمتهم يختاروا اسم لكل فريق وعم يستكشفوا محل إقامتهم الجديد. أنا شخصياً بالنسبة لي الأمر سيان يعني سواء هنا سواء هنا عادي بل بالعكس كمان أنا هنا أفضل عندي متعود على طول بنام على الأرض طبيعي بتاعي. إحنا هنا هنا ولا ليه كيف كيف بعدناش مشكل في مكان إقامة. طارق احكي 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 طارق احكي طارق ثابت طارق قبلتي طارق شنو أبدا أنت ولا شنو رايك طارق بس ابدا طارق اجاتكم الخيمه كومفورتابل
ما تحكيش اسكت اسكت كومفورتابل يعني عزاكم يا شباب كله تمام شفتوها منيحه الخيمه ولا مش منيحه بس انا فاهم شو يحكي مو ما يفهموش يا اخي هاي مثل الخشب مثل الخشب لا دي خشب كانك نايم على صبه بطار وانا قلبي طاير طاير ولا بس خلاص حطيت لك اياها بقفصي يلطم شباب هالضفاير يعني عندنا فريق لازم نسميه ليش بدنا نسميه اسم مو لازم يعني شنو بمن ينادونا يعني شو يا عادل شو يا عادل بدنا اسم للتيم خلص بدك تتفق معنا يعني طب ثابت ايش رايك ايش قولكم والله ما نعرف ايش قولكم في المصارعون حبيبي انا عندي لا مصارعون ولا وحوش ولا كلاب سائبه خلونا اسم حلو يعني شيء مفترس ايش نبي نسموه هالفريق نبي نسميه اسم عربي هي جلادياتور ووريرز سميها محاربون ووريرز محاربون محاربون خلاص مليحه مليحه لا لا مليحه شو شوي اسود العرب ايه حلو حلو عجبني اسمي حلو مو حلو يلا مشي علينا اسود العرب اسود العرب اقولكم شو نطرنا بكره ما حتى لو كنت مفتح هناك ما مش عارف حالك وين رايح وبعد ما فاقوا المشتركين الصبح بكير راحوا لاكتشاف اول اختبار بهالمرحله مين حينزلنا انا بحس انك واقف على الرمل من وصلنا نص الصحراء نزلوا نزلنا واخرنا الشد من عنا وفتحنا الاربطه شو بس دبت مي وفي جي بي اس سيك ما عرفنا كش يعني اكو علامه الطريق واكو علامه على الزاويه فاحنا ما عرفنا نمشي ورا الطريق لو نمشي ورا الزاويه فبالبدايه رحنا ورا الطريق لك نمشي حبيبي ماكو وقت يلا وين راح يا هيك يعني لا لا بتأثر ما قال لكش ارفع ايه نرفع على هنا لا شو لا يا زلمه ما قال لكش ارفع ما ترفعش بس في حد مخالفات للفريق يا جماعه شديت الحبال واستخدمتها وعلى مود اربعة يشيلون ماي اسهل من واحد ونتعب مش الفريق يتعب يا خيي ما حدا يفك عنهم اسمع في اشي يمكن لازم نعمله اسرع منهم اذا هذا بضغط عليه بنزل مي يمكن تركونا وخلص اقعدوا هون معناته لازم نجمع عليه خلاص خليكم رايقين شباب خليكم رايقين شو ما يصير يصير انا فهمتها يريحونا اقدم الفريق اللي ينحي يشوف هو اللي يخسر احنا بالنسبه لنا الموضوع ما كناش فاهمين هنعمل ايه لان في بعض الشباب مننا كانوا متوقعين ان هم المفروض يفضلوا متغميين لحد ما ياخدوا اي اوردر بانهم يتحركوا او يعملوا او يكشفوا او الكلام ده كله في تحت يدي عداعة انا شايفها من تحت مكتوب عليها اقلب الماء اقسم بالله شو مكتوب ايش ها مش هكذا يا اخي اقلب مكتوبه بالجيم يعني اقلب يعني جيب جيب عادي وانتو تمشون صلحوا الشباب كلهم نزعوا وحديتهم ربطتهم سوا وشديتهم على حبل صارت مثل الشنطة الأحذية كلهم مثل الشنطة صارت هلا هيك نطلع هيك ضلنا ماشيين دغري أول شي صار معنا بالتشالنج إنه غيرنا الاتجاه يعني خربطنا بالاتجاه أخذنا اتجاه ثاني لما وصلنا لنهاية الاتجاه الأول اللي أخذناه هو الخطأ
يعني نص معنوياتنا راحت. ضيعنا كذا مرة الطريق، في نقطة على جي بي اس لحقينا. كل فريق عنده جي بي اس، لازم يتبعوا هاي، لازم يتبعوا هذا. لكن شوفي راحوا كل وحدهم، أنا راني وحدي، لازم نخدم بجي بي اس، هذا اللي مد لي الإجابة الصحيحة. سأكمل وحدي. طاطا يلا وين الجبل الثاني؟ اوكي في فلات، روح داير ما داير البوش. اوكي يلا ليتس موف. يلا يا سود يلا. فزنا بجدارة الصراحة، يعني كل احنا وصلنا سوا، وكل احنا كل واحد كان إلى مسؤولية، وكلنا أدينا واجبنا، فكفريق أسود العرب فاز بجدارة. قلت واحد يطلع من فوق، طلعت أنا، طلع سعد، أبد نزل سعد، طلعت أنا وصلت حتى الفوق، قلت لكم أنا قريب. أنت ما كنت راكد أول واحد؟ لا لا ناصر أبد هنا. أنت ما كنت راكد أول واحد؟ شو أخذك لفوق؟ ناصر طلع هو على الجبل فوق وبلش يطلع كل جبل أعلى من الثاني. من نادي علي ما عم بينزل لنا، عم بيمشي على الجي بي اس بس طريقة اصعب من اللي احنا بنمشي فيها. ليش مدلوك هذا؟ ليش؟ عالشباب عالشباب انا جوجل عالشباب ليش؟ فرد لك خليك بس في حالك من الاول لازم نتفرق فريقين، فريق مع الجي بي اس وفريق وحده، لكن احنا الكل خلى الجي بي اس والكل يمشي وحده. انا بتبع الجي بي اس، الاجابة الصحيحة في الجي بي اس، بس انا تبعت الجي بي اس ما تفهمش مع الفريق، انا غلط، الفريق هو الغلط، مش فاهمين بعضتنا. كنت باول واحد ناصر ابد هنا. طيب ماشي خلاص ما عندك ما تشوف انت ماشي على جي بي اس، احنا ماشيين على الرمل، مين وصل قبل منك؟ خلاص اطلع استنى يا خي انت اطلع من هنا ناصر، انت اطلع من هناك، اطلع من هناك، انتم ماشيين هنا عم بعد على فات قولي انا ولا ما جي بي اس بيدك ما تسالني وين بدك تطلع. لا انتم ما كنت الاولين ناصر، اطلع من هناك. طيب ماشي خلاص طيب خلاص 1 2 3. تفضلوا. برافو شباب، قدرتوا تربحوا اول تحدي ببرنامج البطل. بعد في تحديات كتير ناطرتكم، قدرتوا تتخطوا كل الصحراء مشيا لتوصلوا لهون. برافو.
الفريق الأزرق عندي سؤال وحيد لإلكن. سبب خسارتكن اليوم باعتقادي كان هو عدم وجود روح الفريق. كنتوا أنتوا الفايزين، كنتوا 6-3 بس، يعني كان هون المفروض يخسروا. أنتوا اللي كنتوا فايزين بالأول، بس للأسف هن اللي فازوا. إن شاء الله بالتحديات اللي رح تيجي رح تكونوا قدها، رح تكونوا روح فريق وحدة. أنتوا بتعرفوا إنه التحدي الأول رح يكون عليه جائزة. الجائزة هي إقامة ليلة بمنتجع قصر السراب. الفريق الخسران للأسف رح يغادرنا ورح يرجع على مخيم البطل. مش بس رح تحصلوا على إقامة ليلة بفندق قصر السراب، رح يكون لكم الأحقية بإنكم تختاروا واحد من فريقكم رح يحارب واحد من الفريق الثاني. هيدا الخيار رح يكون كتير استراتيجي وسلاح ذو حدين، يمكن تفشلوا ويمكن تنجحوا. بتمنى لكم إقامة سعيدة بفندق قصر السراب. شباب، أنتوا رح تتفضلوا على مخيم البطل. لما خلصنا التشالنج اللي احنا الحمد لله كانت جائزتنا قامت ليلة قصر السراب، يعني مكان أكثر من رائع، من أحلى الأماكن اللي حد الآن روحتها بحياتي. وصلنا ولما شفت قصر السراب ما صدقتش، كانت مفاجأة باهية برشا ومش نورمال. مفاجأة عجبتني ياسر الفكرة بتاع قصر السراب. يعني كانت جائزة غير متوقعة بصراحة، يعني طلعتنا من جو الخيمة وكذا لفندق. ثابت عمل انجاز، ثابت جري تقريبا 2 كيلو. ثابت كان بيديني عادل هو قاعد يجري. يلا شباب بنرجع، انا المخيم احسن من العفاريت. والله المخيم احسن من العفاريت. المخيم احسن من العفاريت اللي في قصر السراب. هناك الشباب بتموت بتجن. بصير في اغلاط عادي، الانسان بيغلط عادي. يعني اذا ما بدك اذا اول مره ما بتغلط ما ثاني مره بتتعلم، يعني عادي شيء طبيعي. الخساره طبيعي لا تجيب الربح. الحقوق ما في مشكله، ما وقعنا يعني زي ما احنا واقفين تمام. ناصر ركب ما قال له الناصر ايه، قال له الناصر اطلع يا ناصر فوق الجبل وانظر، يعني في جبل قال له اطلعوا وانظر من فوق. فناصر طلع ما جاش. بس تربح تشالنج بيطلع لك انه تنقي فريق، يعني من الفريق الثاني حدا بده يلعب ضده احسن من انه هن ينقوا. شباب خلونا بالمهم. اوكي اوكي، هسه هم الشباب عندهم شنو اقوى شيء؟ عندهم الجوجيتسو، السيف قوته بالسامبو. اقوى شيء عنده السامبو. عندنا صاحبنا سعد عنده جوجيتسو خرافي. خطأ وقع، خطأ كوقع وما بيقدروا، خسرنا المعركة ولكن مثل الحرب. أنا بالنسبة لي أقول نضربهم بأقوى شيء اللي عندهم. هم هسا ما يتصورون راح يجي واحد قوي جوجيتسو. أنا أقول طارق رأس الحربة هسا عندنا، نضربهم طارق وخلاص. شو تعرف الفريق الثاني عندهم كم فرد يعني خاطرين بالجوجيتسو لأنه هذا اختصاصهم. فقلت بالبداية نذب عليهم طارق اختصاصه جوجيتسو وهو كلش زين بالجوجيتسو. بالنسبه لهم هم بيختاروا حد، بيدوروا على اقوى حد فيهم عشان ان هم اول يوم يحط خطوه على في سبيل ان هو يكون كاسر من الاخر، كاسر علينا. فاهم يعني انا عندي احسن من هاي الفكره، نشوف اسماء الفايتر يعني المستعدين اللي بدهم يلعبوا يعني اللي حابين يلعبوا، نعمل قرعه اللي بيطلع اسمه خلص بنكون هو اللي بده يلعب. بص مصطفى، بص يا مان عشان ما تظلمش حد، افرض هو ذات نفسه مش عاوز، بس ما تخليه يقول عاوز وخلص، هو لسه مش مجهز. اوكي فاحنا نعمل قرعه وبعد كده نشوف. بس الشباب عندهم اختلاف بالراي وقالوا نسوي قرعه. حتى العب لا يلا عادل عادل حتى العب اصابه هنا مضروب. طارق ما مجهز. جورج اكيد بلا تاخذ تلعب. يلا ايدس جورج ثابت. انا مش نلعب
اوكي بس اصابه قدم غريب. شيخنا انت ايدك مبروك يا ترى حبيبي. مو مشكله احنا جايين على الفايت. اللي بيختار وحاضر. اقرا الاسم. اقرا الاسم. صباح اليوم التالي وبعد ما قضوا المشتركين ليلة هادية ومريحة إجا وقت نعرف مين اختاروا للمواجهة الأولى. بقلك يا مسموح قلبه بس هيك ممنوع. واقف بس على الأرض ما الأرض الوحدة تنتين ثالثة تضربوني على الوجه. واحد اثنين ثلاثة خلاص. الخسرانين والخسرانين 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 نمتم على فريق جايبين جلوس. امشي هنا تعالوا هاي قاعدة نفسها بس قعدنا احنا بخيمة صباح بالليل تعشينا بخيمة بس خبرني الشاكوزي والسونا تعشيت خروف. تعال خلي اقول لك على الجاكوزي. ها ها خروف ولا جمل؟ لا خروف ولا خروف وجمل وفرخ. لا خروف ولا جمل كله غزال. قلنا لحم غزال. شباب السرير منا لكم لحد هناك يعني هالكبرى. اسمعني يا فرشة هنيئا لك يا مصطفى. مرحبا شباب، كيفكم اليوم؟ رح يكون في عنا شخص جديد. الشخص الجديد هو مستر راندل، هو البريزيدنت للاي دي اف سي. Welcome guys. You guys are rested from yesterday's desert challenge. Hope you guys have fun. Today's the first day of real training. But before we start the training, I want to get some points across to you guys to make sure you guys are all on the same page. That everything is clear, that you guys understand everything. This is work. And this is training to become the best MMA fighter in the region. ADFC is the first organization to give you guys a real opportunity to become a real MMA fighter, a real star. What you guys do with this opportunity is up to you. We brought in some of the best coaches from around the world so that you guys have the best opportunity to become what you can be. The first coach is Luis Eduardo Guerrero from Brazil. Hi guys. He's over 15 years experience in training. He's the best you can get in strength and conditioning. His partner, Ulysses Pereira, from Brazil also. 15 years of training from Brazil. They've trained some of the best UFC fighters. The other coach, the third coach, Brazilian Jiu-Jitsu, Aziz Charigi. The third degree black belt. He's a six-time world champion, six-time French champion, one-time gold medalist. So you have three top coaches in three disciplines. So the Arabian Lions, you guys won yesterday's Desert Challenge. Congratulations on that. Now you guys get to select the matchmaking for the first elimination fight. Who did you guys select from your team? Ado, who are you gonna fight? Nasr. ممكن حبيت نقرر السترايكينج بتاعي بالسترايكينج بتاع بطل كيما ناصر. Alright gentlemen, now we're gonna start the weigh-in. Ado, please step forward. تفضل. جبت الميزان بتاعي 78 كيلو. 78.1. الويت ما عندوش افونتاج بالكل. ناصر. نانو 72.3 70 كيلو شوي ضعيف. Gentlemen, this is the first official fight. Thank you guys. شباب
تعرفتوا على راندل، تعرفتوا على المدربين اللي رح يكونوا طول إقامتكم موجودين بمخيم البطل. اليوم كامل رح يكون تدريبات تدريبات وبس. تفضلوا على الشغل. Today for me conditioning is like 60 to 70%. If you're good in conditioning, in strength and conditioning, you have more chance to win a battle inside the cage. I know that you run 6 kilometers, but I 13. Really 13. Okay, but for me, if you run 40, 10 or nonsense, I don't really don't care. I need you guys to give me 100% that you can. Okay, if you are tired, I know you can give more. Like if you're a lot of tired, I know you can give me a little bit more. And if you're dying, I know you can give me just a piece of more. 3, 5, 5. التمرين كان هو دوليب أكيد، دوليب شرافة، بقلبه بنط فوقه مرتين، برجع بقلبه تاني ميلة. خضعوا المشتركين لتمرينهم الأول، وبانتهائه جربوا حمام الثلج البارد اللي بيساعدهم على معالجة عضلاتهم بشكل أسرع. If you want to be a champion, you have to think like a champion, not like a freak guy. Good, good. أريد أن أفعلها مجددا. أنا هنا من أجلكم ومن أجلهم. شو بتقول أنت؟ أنا بربح. أنت اللي بتربحه؟ بس أنتوا مش عارفين أنا مخبيكم مفاجأة. شو المفاجأة؟ هلا بتشوفوها بس يطلع خيالك ناصر على الكيس. والله؟ اليوم هو اليوم الحاسم، ليلة التصفيات. رح تصير التصفيات بين عادل وناصر. ناصر كيف استعدادك لليوم؟ دربت كثير منيح؟ بون، اختصاصي أنا في اختصاصي في الكيك بوكسينج والموي تاي. ما عنديش بزاف من بديت الجي جي تسو. عادل، شو شعورك اليوم؟ تمام؟ أنا ما مركز على نقاط ضعف خصمي، أنا مركز دائما على نقاط قوتي. إن شاء الله تتوفقوا أنت وناصر. اليوم واحد منكم رح يغدرنا إذا خسر. هلا بالنسبة لعادل، نقاط القوة عنده اللي هي جرابلينج، وناصر عنده سترايكينج، يعني فالجيم رح تكون كثير متكافئة، وهاي ام ام اي ما بتحذر فيها. مدرب، خبرنا شوي عن تجهيزات الشباب لليوم. اليوم الأول يعني مش نشوف الدراجة تاعهم. كل تمرين فيه يعني تسخين، واليوم انا بغي نشوف كيف يتحركوا في الارض مع الجسم ديالهم والتصل بين الارض والوقف يعني. وشو الفرق يعني؟ شو رح تستفيد انت لما هنا ونازلين هنا طالعين؟ شو على خطر شي يدفع على نفسه يعني فيها الشروط. اوكي، وكان ما يحكمش الشروط هذه ربما يضربوه يتيح. هذه اليوم مش نشوف يعني الدرجه تاعهم. كثير اكزرسايز، كل اكزرسايز 4 دقيقه ولا 5 دقيقه، ومن بعد نشوف وين المشكله، ومن بعد مره اخرى نخدموا بس المشكلات. انا اللي نطيحو منها. اوكي، تو كان ما نطيحوش منها، انا اللي كنطيحو على اللور. كوتش عبد العزيز من عمالقه الجوجيتسو، اختصاصه جوجيتسو، هو يعني معروف عالميا. ناصر وعادل عم يرتبوا امتعتهم قبل المواجهه الكبيره اليوم، لانه الخسران منهم رح يغدرنا على بلده. بون، الى ربحت الكومبا ان شاء الله، الى درت دي بون زيت ان شاء الله، راني نقعد ان شاء الله معكم. الى ما نجحتش، ما ربحتش الكومبا تاعي، صافي سوي بايب باش نروح لبلادي ان شاء الله. بس انت على الحاجات اللي انت ممتاز فيه، شوف انت ممتاز في ايه، وشوف هو ناقصه ايه واشتغل عليه. تفضل، ربنا يوفقك ان شاء الله. واحد حضر عمل اللي عليه وتو معايا ربي وكاو. إلى دار دي بون زيطاني مليح، إلى ما داش معليش، هذه هي الرياضة. عادل بالتوفيق حبيبي، ركز. عايش جورج، عايش خويا.
أنا فرحان كي وصلت النتيجة هذه. مدى بين شرف بلادي، مدى بين شرف والدية. كل شيء راح نديرو راح نديرو من مجل والدية واجب بلادي إن شاء الله. لكل اللي عم بيشوفونا اليوم رح تكون أول مواجهة ببرنامج البطل. التصفيات رح تكون بين مشتركين. المشترك الأول هو عادل من فريق أسود العرب من تونس. عادل بيمتاز بعنفه وخشونته بالقتال، أما المشترك الثاني فهو ناصر من الجزائر من فريق المحاربون، بيمتاز بتكتيكيته العالية ودقته بتمرينه وبمهاراته. اليوم رح نشوف الفايز اللي رح يكفي مغامرته ببرنامج البطل، والخسران رح يغادرنا على بيته. هلا رح نشوف مع بعض الحماس 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 بقفص القتال. خليكم معنا. Ready? Fight! اطلع من الجار، اطلع من الجار، بس الجار. كنسل ايده. ارفع راسك لفوق عادل. عادل ايوه ممتاز. ممتاز. اطلع ماونت، اطلع ماونت، اطلع ماونت. كنسل ايده. اوف اوف اوف. اطلع ماونت، ممتاز عادل. عادل هدي لما اطلع الماونت جراوند اب. خليك ماسكه، خليك ماسكه بس كنسل ايده. امسك ايده من جوا. عادل حط ايد، حط كوعك على وجهه، الكوع على وجهه. لا لا تقلق. لا 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 بوزيشن. كيف ذا بوزيشن؟ خلي ظهرك، خلي ظهرك على الارض. لا تعطيه. تمام؟ حط كوعك على وجهه، حط كوعك على وجهه. كنسل ايده، كنسل ايده. تمام اطلع شيل راسك. لا 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 تضرب من تحت على الفاضي، لا تضرب، لا تضرب. بس كنسل ايده. ايوه علي 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 خذ نفس علي علي خسرك علي خسرك علي خسرك خذ نفس لا 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 سكر سكر على وجهك سكر على وجهك اسحبوا 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 لعندك اسحبوا لعندك رام رام اسحبوا لعندك لا تعطي ظهرك ما تعطي ظهرك اسحبوا لعندك وجهك سدره وجهك سدره عادل عادل اسحبوا لعندك اسحبوا لعندك اسحبوا لعندك اسحبوا لعندك اسحبوا لعندك طب العطل العطل بيخسره شديف سدره وناس بأول جولة بالمرحلة الأولى من تصفيات المعركة ببرنامج البطل عن طريق حركة الخنق الخلفية هو عادل من تونس. الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله على كل شيء، خسر ولا ربح ديما الحمد لله. هو الفايت كان سريع جدا، سريع برشا. ناصر حب ياخذ كما نقولوا ياخذ حقه من الاول، ما عملش مجلس النبض. To be a fighter you can only get inside a cage and fight. You have to be smart. Adel was very smart. He's shorter but he go forward, put the guy down and submit him. عملت غلطه انا بون بيان من فوق مي عادل بازي بزاف. C'est un lutteur هو ديال لا لوت هو موالفي ديال الجوجيتسو. صافي يعرف كيفاش يحكم يعرف كيفاش يصفط. انا ما عنديش الاكسبيريونس صراحه ما عنديش الاكسبيريونس حبيت نسيها والحمد لله. And the other guy I don't know why he didn't explore his because he's taller you know and he if he hit and keep moving and keep the distance of course he can win that fight but he wasn't smart so the smarter guy won today. Ah mon frère. Vraiment frère.
ان شاء الله نتمنلك النجاح ان شاء الله. لاباس عايشك عاش خويا عايش ان شاء الله توصل الله فينا عايش ان شاء الله. لاباس لاباس منك لاباس لاباس الحمد لله لاباس حتى شيء. هذا هو سبور واحد ذبح واحد خاسر صحيح. هذا هو has a little bit I think more stronger ground game. Nasser is more of a striker and if he just kept striking and kept his distance I think the fight would have gone in favor of Nasser. دافيد حبيبي يلا Now you know you got 7 guys on one team and 6 guys on another. Nasser is leaving so now one team's at a disadvantage. عادل الف مبروك انا كثير بهنيك انت مش بس ربحت معنا الجيم اليوم انت كمان ربحت معنا حصانه الحصانه هاي بتخليك ما حدا يقدر يختارك لحديت ما انت كل فريق تاعك يدخل الكيج مره ثانيه ويلعب فايتس يعني انت محصن هلا بطل واحد ببرنامج البطل هو اللي رح يبقى للنهايه